لفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قرب منزلي مسجد في محطة للوقود. قرب منزلي مسجد في محطة للوقود، ويصلي به في الفجر حوالي 5 أشخاص. فهل الأفضل أن أصلي في هذا المسجد أو أن أذهب بالسيارة إلى مسجد آخر أكثر جماعة؟ نعم، لا بأس، صلي بالمسجد القريب اللي ما يحتاج إلى سيارة، وإذا تكلفت ورتبت السيارة وذهبت كن زيادة فضل، يكون أحسن من ناحية الفضيلة لا من ناحية الوجوب. نعم.